قلت يلا الخط بتاع التليفون ده. ايوه دول، اما هو يا عم امال بيكهرب ليه ده؟ ولا انا اللي فيها كهربا زياده؟ انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ مش عارف يا دول، انا التمثال ده رابع مره الزقه وبيتكسر برضه. وايه اللي كسره المره دي؟ بيقع مني. طب ما يبقى انت اللي كسرته يا غبي، مال ده ومال اللزقه. المهم انت تعرف حد بيصلح تلفزيونات يالا؟ اه تبي يصلح تلفزيونات؟ اه اعرف، بس انت عايزه ليه دول؟ عشان يصلح لي الغساله. ايه ده؟ يا الغساله يا عم اللي باظت ولا التلاجه ولا ايه؟ السيفون يالا. السيفون؟ ايه ده؟ كانت خناقه جامده بقى دولة. اه كانت حته خناقه راح فيها ثلاث اجهزه. المهم يعني انا عايز بقى مهندس شاطر يجي يعمل قعده عرب بين الاجهزه وبعضيها. عناية يا دولة، مفيش غير الواد حمدي سكرين اللي على ناصيه الشارع. بس في مشكله دولة يعني. ايه؟ ما بيحبنيش. يبقى بيفهم، هو ده اللي انا عايزه. وانت يالا ما تصلحش حاجه، مش انت عارف ان انا بصلح كل حاجه؟ سيب لي الحاجه دي هنا اهو. ماشي يا استاذ دولة، حاسب يقع. الو؟ ولا هو حمدي سكرين ده بيصلح التليفونات برضو؟ مساء الخير. مساء النور. مع حضرتك حمدي سكرين اخصائي تصليح تلفزيونات. اهلا وسهلا، معاك عادل اخصائي تبويض تلفزيونات. مساعد حمدي سكرين هاني ترانس. هاني ترانسات بقى، اهلا وسهلا. امال فين الحاله يا استاذ؟ الحالة موجودة اهي، اتفضل اهي قدام حضرتك. يا مسهل يا رب. من فضلك يا استاذ عادل، شايليه وشوب لبن لهاني مساعد بتاعي. عينيا، حاضر. يا مسهل يا رب. يا ساتر، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه خير؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل يا دكتور؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. بعد اذنك يا ريس، كرسي الهاني عشان يقعد عليه ويريح رجليه بس. لا عينيا، حاضر. ماشي. يا مسهل يا رب. يا ساتر. اتفضل يا استاذ هاني، اتفضل حضرتك. مفك التيست يا هاني، ولا اقول لك خليك يا حبيبي قاعد زي ما انت، خليك قاعد زي ما انت يا بابا. ايه ده؟ حد لعب في التلفزيون ده يا استاذ عادل؟ اه لا، ده حاجه بسيطه يعني، حد جه ما كانش عارف يعني فحصل منه كده يعني. ده الغبي قفل الدايره الكهربائيه بشكل متخلف. اه معلش، هو راح لحاله بقى يعني. وهو لما ما بيفهمش بيلعب ليه؟ بيفتي ليه؟ هو يعني كان قصده يسترزق وخلاص يعني. طب من فضلك اللبن عشان هاني، ومش مهم الشاي بتاعي. لا لا، ازاي؟ اللبن والشاي طبعا. حالا يا استاذ هاني، حالا. ايه ده؟ ايه ده؟ اتفضل يا استاذ هاني، اهلا وسهلا. ايه يا هاني يا حبيبي، مبسوط؟ اول ما تزهق قول لي يا بابا واحنا نمشي على طول. ها؟ ايه ده يا استاذ عادل؟ ده الرسيفر كمان فيه مشكله، الظاهر انه الحمار بوظ الرسيفر كمان. يا استاذ بعد اذن حضرتك يعني كفايه غلط في الراجل، لان هو يعني بصراحه قريبي. خلاص يا عم. ايه هاني يا حبيبي، ها؟ عجبك اللبن؟ بعد اذن حضرتك يعني انا كنت عايز اسالك سؤال، هو هاني المساعد بتاعك ولا انت المساعد بتاعه يعني؟ صح، هو المساعد بتاعي. طب امال ايه يعني؟ انا شايف ان انت اللي بتساعده طول الوقت يعني. بصراحه بقى يا استاذ عادل، اصل والد هاني الله يرحمه كان من اعز اصدقائي، وصاني عليه، قال لي يا حمدي يا حبيبي خلي بالك منه وبالراحه عليه وعلمه واحده واحده، لانه الولد لسه عضمه طري. عضمه ايه اللي طري؟ هو في عضم؟ ده لحمه طري حضرتك. عموما الشغل الشغل. ماشي. يا مسهل نسيت. استاذ عادل، هاني خلص اللبن، ممكن تاخد الكوبايه منه بدل ما يوقعها؟ يوقعها؟ حاضر. هنيا يا استاذ هاني، تحب اجهز له غدا ولا حاجه؟ لا لسه مغديه قبل ما اجي. طب كويس، عشان كنت هاكله منين انا اصلا. ايوه هاني. من فضلك يا استاذ عادل. ايوه. ممكن تدخل هاني الحمام بعد اذنك؟ اه، هو لحق يهضم ولا عايز يستحمى يعني؟ لا يستحمى، ياخد برد. هاني يستحمى ينام على طول. اتفضل اتفضل يا عم هاني، اتفضل. يا مستاهل يا رب. اتفضل من هنا كده. القعده العاديه تمشي معاه ولا هيبقى محتاج مثلا بانيو ولا ايه؟ ما تقلقش. استاذ عادل التلفزيون ده محتاج شغل كتير قوي، هو والرسيفر. ما عشان كده برضو يا استاذ حمدي احنا استعنا بيكم. امال احنا جايبينك ليه؟ ساعتين كويس؟ احتمال اربعه. خمس ساعات، انا معاك للصبح. خلاص ماشي يا ريس، اتفضل. هاني حبيبي امرني يا حبيبي، عايز اروح. يا هاني طلباتك اوامر يا حبيبي، انا زي بابا بالظبط. يلا يا حبيبي. ايه في ايه؟ حضرتك عايز يغير ولا حاجه اغير له؟ لا يا استاذ عادل خلاص، هاني تعب واحنا محتاجين نمشي وهنكمل بكره.
كمل بكره ايه؟ النهارده حضرتك انت ما عملتش اي حاجه خالص. يا استاذ عادل انا عايزك تسيبني براحتي عشان اعمل لك شغل نظيف. حاضر ما دام شغل نظيف حاضر. استاذنك. ماشي يا سيدي، مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه يا هاني. وهاني جاي معاك بكره برضو ولا ايه؟ هو انا اقدر اشتغل من غيره؟ اقدر عشان اجهز نفسي، يعني احضر عندي لبن. لا لبن ايه، انا هجيب له جاموسه يحلب ويشرب على طول. ما بلاش عادل. هو ايه اللي بلاش؟ المهندس اللي جه يصلح التلفزيون ما جاش تاني، وبكلمه تليفونه مقفول، انا لازم اتصرف. وبعدين خلاص يعني السلك ملمس والكهرباء مظبوطه وكله تمام، وانا قربت يعني. ربنا يوفقك. بقول لك ايه، انا محتاج حد يساعدني، ايه رايك تعملي دور بليه؟ يعني ايه؟ يعني انت هتساعديني في تصليح التلفزيون ده. بجد يا هاني؟ على فكره بقى، انت بتفهم في تصليح التلفزيونات خالص. طبعا يا ماما بفهم. المشكله دلوقتي ان الفيشه بتاعت الصاله عامله قفله. بسيطه، نفتحها. حلو قوي. روحي بقى، هنا في كهربا موجوده في التلفزيون، وفي كهربا موجوده ضعيفه في الريسيفر، يبقى احنا محتاجين كهربا. بسيطه، ننزل نشتري. وليه نجيب من بره؟ احنا عندنا هنا. روحي هاتي لي سلك من المطبخ بسرعه. بسيطه. اوكي بسرعه. ده مليار. ايه يا عادل قاعد جنب التلفزيون بتعمل ايه؟ ناوي على ايه؟ ناوي على كل خير يا ماما. انا اصلي لقطت الصنعه امبارح من المهندس وهو شغال. السلك عادل. عادل؟ في بليه يقول للاسطى بتاعه عادل ياض؟ لا مؤاخذه يا اسطى. ايوه ايه يا لقطت منك الصنعه. لا يا طنط. لا يا حاج، اصل انا يعني كده امبارح يعني قريت شويه كده على البرمجيات يعني، وفهمت يعني البرمجيات يعني بتتكلم على ايه يعني. استفدت ايه بقى من البرمجيات؟ استفادت ان محدش ينفع يتبرمج علينا. صح يا صح يا روح هات لنا سلك في شويه كهربا يلا من الاوضه. بسيطه. اوكي. بتعملوا ايه يا ولاد؟ ابني وبنتك بيصلحوا التلفزيون. شفتي انا طول عمري بقول ان بنتي شطوره. شطوره. السلك يا اسطى. جدع يا روح بقى اعمل لنا كوبايتين شاي، ها؟ عشان الفيوز ما يلدعش. ما تخليه يلدع براحته يا اسطى. عينيا. لا انا ما احبش حد يقف لي كده، انتوا هتلبخوني. امال عايزه نعمل ايه يا عادل؟ بصي يا حماتي، انت روحي هاتي لي سلك من الاوضه بتاعتك. اوكي. وانت ماما روحي اقفي بعيد عشان الاعمار بيد الله. ربنا يستر يا اسطى. الشاي يا حبيبي. الشاي يا حبيبي؟ في ياض صابي يقول للوسطى بتاعه الشاي يا حبيبي. مؤاخذة يعني يا اسطى، العتب على اللفظ. السلك يا عادل. روح ياض هات السلك من الست هانم. ماشي يا اسطى. مؤاخذة. اتفضل يا اسطى. كده السلك ده والسلك ده والسلك ده. لا مش كفاية، مش كفاية. ولا روح هات سلك تاني من اوضه ماما ياض. زهقتني بقى يا اسطى. روح ياض بدل ما بطعش. ايه ده يا عادل؟ انتوا قسمتوا البيت ولا ايه؟ طب فين الحته بتاعتي؟ بقول لك ايه؟ روحي اقعدي جنب ماما، مش عايزين دوشه. يا نهار ابيض، انت بتعمل ايه يا عادل؟ السلك يا ابو الاسطوات. انت شغلت دي كمان معاك؟ جرايه يا سناء، بنصلح التلفزيون. اتلم تنتن على تنتون. بقول لك ايه، لا مؤاخذه يعني احنا كصنايعيه يعني فاحنا فاهمين في شغلنا ومتميزين. جرايه يا ده بيلي يا ياض، بترد على الناس في وجود الاسطى بتاعك، ما تردش ياض بدل ملوشك. لا مؤاخذه يا ياض. اتكل على الله. طب سؤال يا عادل، ايه الاسلاك اللي انت عملت تطلعها من التلفزيون دي؟ الاسلاك دي انت جايه في الاخر. هو الاول خلصنا يا ماما. امسكي. طب ماشي شكرا. امسكي. ربنا يستر، ربنا يستر. السلك ده يبقى كده، والسلك ده ينزل كده. حلو 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 كده تمام. تعالي بقى، تعالوا من ورا من ورا، وان شاء الله يبقى خير باذن الله. خلي بالك يا عادل، خلي بالك. عيب عيب. سمي. ما تقلقوش ما تقلقوش. سمي. طيب سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اثنين ثلاثة.
اشتغل. خدها نصيحة قريحة مريحة خلوك راجل ووعي لمك.